مسيه طيبه للجميع مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى هذا اللقاء. تواصل لتساقط الامطار وحتى الثلوج خلال يوم الغد ان شاء الله على المناطق الشماليه، اذا امطار بحول الله تكون على شكل زخات رعديه ستخص الواجهه الوسطى وكذلك الشرقيه تحت وقع رعود طيله النهار ان شاء الله. اذا كما قلت امطار والحمد لله على الواجهه الساحليه، كذلك المرتفعات الداخليه ثلوج على القمم الجبليه التي يزيد علوها 800 متر، سحب ستمتد إلى غاية منطقة الثورة وكذلك شمال الصحراء. نسجل خلال هذه الليلة إن شاء الله مقاييس جد باردة على المرتفعات الداخلية، 6 درجات دون الصفر على الجلفة وكذلك البيض، 5 درجات دون الصفر على سطيف، نفس المقياس على البيض، عفوا على باتنا وحتى على تيارت، 3 درجات على العاصمة، نفس المقياس على بشار، درجتين فقط على بسكرة، درجة واحدة دون الصفر على غردية، 6 درجات على الصحراء الوسطى، 13 درجة على أقصى الجنوب. أما خلال ظهيرة الغد إن شاء الله دائما طقس بارد على كافة المناطق الشمالية خاصة المناطق الداخلية، ننتظر درجتين فوق الصفر على البيض، 4 درجات على سطيف، 10 درجات على العاصمة، 12 درجة على شمال الصحراء، 21 درجة على الصحراء الوسطى، 32 درجة على أقصى الجنوب. أما البحر خلال يوم الغد إن شاء الله دائما بحر كثير الاضطراب على السواحل الشرقية حتى رياح قوية تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، بحر مضطرب على السواحل الوسطى والسواحل الغربية رياح معتدلة لن تتعدى 40 كيلومتر في الساعة. تواصل لتساقط الأمطار خلال يوم الثلاثاء وإلى غاية يوم الأربعاء كذلك يوم الخميس إن شاء الله، أمطار بحول الله ستخص الواجهة الساحلية تحت وقع رعود، كذلك ثلوج على المرتفعات والقمم الجبلية التي يزيد علوها 900 متر إلى غاية 1000 متر. الثلوج ستمتد خلال يوم الأربعاء إلى منطقة بشار أقول على سبيل المثال جبل عنتر، إذا ثلوج ستخص كل هذه المناطق. أجواء مشمسة على ولاية تندوف الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب، أما عن درجات الحرارة دائما في انخفاض على شمال الصحراء كذلك المرتفعات والهضاب وحتى على السواحل. غروب الشمس ليوم الغد الاثنين على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 6:03. أشكركم على المتابعة، أمسية طيبة للجميع، في أمان الله.